الله الرحمن الرحيم، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ضيوفنا الكرام، السيدات والسادة الكرام. بينما كان يتأهب عالمنا لمسيرة التعافي ما بعد جائحة كوفيد-19، جاءت الحرب الروسية الأوكرانية لتطل علينا بأزمات طالت العالم أجمع في شتى المجالات، وبصفة أخص المجال الاقتصادي الذي يؤثر بقوة على قضايا العدالة الاجتماعية. إلا أن جمهورية مصر العربية التي تبنت الحماية الاجتماعية منهجاً أصيلاً في برامجها وسياساتها، قد أحرزت تقدماً نوعياً في الوفاء بحقوق ذوي الإعاقة وتأهيلهم ودمجهم وإن كان يحدث تدريجياً. إن تحقيق الدمج والشمولية من مصلحة الجميع على كافة المستويات، المستوى الإنساني والحقوقي، المستوى السياسي وتعظيم الشعور بالانتماء والمواطنة، الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وعلى المستوى الثقافي وتعزيز الوعي بخفض مسببات الإعاقة من زواج الأقارب للولادة غير الآمنة، لإهمال مرضى السكري لعلاجهم، لحوادث الطرق وغيرها من مسببات الإعاقة.